عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري. يأتي ذلك قبل يوم من عقد دورتين غير عاديتين لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، على أن تكون الدورة الأولى مخصصة لمناقشة تطورات الأزمة السورية، بينما تكون الدورة الثانية مخصصة لتطورات الأوضاع في السودان.